الله يعطيك العافية بيتك. مهدي يا اخوي اسمع، انا تاخرت عندي شغل، راح اطلع هلا اروح اقضي شغلتي وارجع لك. تمام؟ هيني في ريحه مالي برقبتك. لا كل هم محل اخوي، طلع انا ساعتين بدنا نطول. تمام؟ بامانتك خلي الفيلر العيونك. الاسعار اي شيء بيلزمك، ما بتعرف شيء عنه دغري تليفون خبرني. ماشي؟ لا تاكل هم شيء، يلا بتجي غلي على كيف كيفك. يلا بدك شيء حبيبي؟ يلا معك، ببالك هالمحل بامانتك عيونك. يلا سلام على راسي اخوي. يلا معك. علي ليش يا دنيا ولك بخيلي حتى الهم شبهتو. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام خيي. على راسي. شلونك خالي؟ هلا حبيبي تفضل. بدنا خفافة سودة تكون كويسة. شو هذا خالي؟ 80 ليرة اخوي. 80 ليرة؟ في مرعى طبعا مو؟ طبعا. هدول اسعار دول نفس الشيء ولا شلون؟ الصف عندك كله ثاني. مرحبا يا حلو. هلا اهلا وعليك. طب هديك انت. هلا وعليك على راسي اخوي. شو اخبارك؟ لك شو هالحلقة هي كلها؟ شو هاد جسمي؟ راسي عيونك دخيلة. ما شاء الله طبيعي هاد؟ لا بتعمه. ايش شو هاد؟ حليان كتير يا راسي. الله يخليك حبيبي يا راسي بالي. شلونك انت من عندك؟ والله تمام ما شاء الله جسمك معبى شو؟ حبيبي وتسلم عيونك الحلوين دخيل قلبك احلى بالي. على راسي ما شاء الله. جرب عليه ما في حبيبي. شكرا. هذا الاحمر. لا هذا الخلف معك خذ. وين لجاسم اخوي؟ عيونك بالي. تسلم ما بدك حاهم؟ لا بواصلات عيونك. حبيب قلبي الله يديمك. سلمي على الشباب على راسي اخوي. الله معك. تفضل اخوي اللي. نعم هذا صاحبنا طلع معروف. هل قال له جسمك حلو؟ اعطت له تخفافات. ايوه انا هلا بعرف ايش اسوي معه. اخوي انا وقت شوي داخل لجوا سمعت صوتك، صوتك كان عم تغني، كان صوتك حلو كثير. حبيبي ايش اسمك انت؟ احمد. على راسي يا احمد. الله يسلم راسك. عيونك ايش بدك؟ سمعنا صوتك لشوف. سمعنا شو بدك؟ غني يا قلبي. دوز يا حزن جرحان. على السوبر ستار فورا. على السوبر ستار فورا. راد الاسى يا احمد وخلوه. الله الله الله. ما يصير لبأول بقلبك اخير ولك. شوفوا الله وين وداني. والله دنيا خليتك تنساني يا ويل. نعم ايش صوتك مثل دركتور وخلصان مظبوطه يا زلمه. حاطين له زيت بدل مظبوط. الله الله ايش هالصوت؟ ايش هالصوت؟ ايش هالصوت؟ والله حبيبي يا احمد عراسي. والله انت بتعرف مكانك موهم بين الاحذيه. مكانك بتعرف وين؟ مو ما تروح تغني بسوبر ستار، تكون مع هذول الحكام تبع سوبر ستار. مو في ثلاثه؟ انت لازم تاخذ محل ثلاثه. لك انت تاخذ محل ثلاثه هذيك ما لهم شغل. لك هالجد صوتك فخامة روعة حبيبي. يلا خامة صوتك ما في بأي مطرب بالعالم. على راسي يا اخوي. ان شاء الله بشوفها على المراتب يا رب. حبيبي بضاعتك حلوة على كلين، وان شاء الله برجع بعدي بعد كم من هون. لا وين معي مصاري بالبعد. مصير تعال هون. تعال كم اخ عندك؟ كم اخ؟ نحن اربع اخوه. لا عيونك هاي اربع. خذ حقهم. عيونك اخوي. حقهم. الله معك بلا حقهم. الله يرزقك. الله يرزقك. الله يرزقك. على راسي يا اخوي. تعال سلام احمد. سلام على بكري. الله معك روحي. لا ترى خذ ده. والله ما شو وصلنا عند هذا صاحب اليوم. مين عرفته؟ هذا اللي بيغني على الفاضي صوته ما حلو يا زلمه. ايوه هذا بس فوت لعنده بس انت قول له صوتك حلو بيشرح لك بنطلونه. لا والله. اي والله. ايش بدك بيعطيك؟ لا لازم تعطيك. لا مش خليه لعنده. يعطيك بنطلونه بقول لك. السلام عليكم. لك شلونك ابو يزن؟ لك شلونك؟ شلون صحتك؟ قبل كل شيء جيب لك مخرج على العالم. وينه؟ هلا هون معي مرة. طلع اسمع، يعني انت بس ودي بدك تغني وهو بألف اصوات واصوات بربي على الامم. شلل جيبه. اسمع هو معي برا بس ليك قبل كل شيء. شفت كيرمو؟ تقنى البي كيرمو جيبه. بعرفك انا؟ لعيون ربك جيبه. يا وينك استاذ؟ تعال معلم. تعال استاذ. السلام عليكم. حبيب قلبي على راس اخوي. دولك على راس اخوي. هلا والله. شو انت بالصوت؟ حبيبي انا مخرج. مخرج؟ اي على راس اخوي. مهندس صوت كان. حبيبي. مخرج شو؟ بشتغل مهندس صوت. مخرج صوت. ايش بدك تسوي؟ معلم انا عندي موهبه بدي اصير. بنساويك نصير. بس يا اخي انا عندي مشكله. شو مشكلتك حبيبي؟ المشكله عندي موهبه وما حدا بقدرني. ايش موهبتك؟ غني. لسه فين؟ لا ما فيش. شفت يا اخي طلع حاطيني بين شحاطات وخفافات ونادر وانا مطرب.
سمعنا اعطينا موال اعطينا موال عطا بدوس لك ريتونا عاسولا كان اللي بسوفيك نبي واكل الله انا نشفت عيدام يا الشريان بجماليك وبحالك والله انا ما في بهالدنيا كلها لك يفضح عينك لك يفضح عينك على الصوت اللي بهوي اخ اخ الله يرحم الفن ها سمعت سمعت لي صوت مين سمعت لي صوته ايه حلو عجبك ما عجبك حبيبي قلبي هات بوسي صوت عجبك خلاص احلى كليب بعيونك حبيب قلبي صوت لا تنساني ها خلاص هاي مبدئيا رعبون رعبون الكليب خذ اخوي الله حيو خلاص خلي شيل احمد خلي شيل احمد ويلعبون كثير احمد شيل احمد ويلعبون محبه ايه وكمان وهي يلعبون تشد عندي كل يوم الي كمان الي كمان وهي عشان ما تنساني اي والله لك يا سهل لك صوت بربي شد لك على راس خبيث سهلي ابوس روحك يلا وانت شيء اي والله سلامة سلامة مخرج مخرج يا مخرج خد خي تعال بكي يلا والله احلى يا زلمة احلى احلى شباب طا 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 سلم ساعة احمد لا بصدي ولا ما بصدي لك هيدا ما انه موضوع في عندك خفافات على 20 نور 42 في اخويا ضل كلنا لو سمحت هيدا ايش اسمك اخو وائل وائل عباسي وائل انا ضعيف ابو المحل دقيقتين تمام وين تعرفني انت بتعرفني شيء هلا عرفتك ونحن اخوة ان شاء الله تمام اخوي ما في مشكله تمام محل بامانتك جاي لك انا دقيقتين حبيبي لا لا احمد الو احمد وينك طال عندي على السريع الله الله تعال في وانا خفافات اعطيك يوم تعال اربع خمس خفافات كل واحد ناخذ تعال على السريع انا بستناك بالمحل خلاص تعال لا تسالني هلا على السريع تعال ما يجي صاحب المحل يلا ماشي يلا دي عم استناك رايح على طبالك يوم لما تجي يلا الله 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 كيف صاحب محل وأنا أنا صاحب محل شو أنت صاحب محل الله أنت صاحب محل الله واحد قال لي أنت هذا محل لك وراح قال لي راي دقيقتين وصلوا خمس ساعات موجين قال لي بعد كم خفافي أنا ألف خفافي بعت لك ألف والله كو هالرجوان كراتين كانوا برا كلهم بعتهم ما عارف شو خفافي ما ضل غير هدول يالله جيش زلمه كمان وصلني عليهم بدي يشيلهم ياخذها طب وين المصاري وين حال البضاعه اللي بعتها؟ هنا بضاعه اخذ مصاري كلها مين؟ هذا اللي باع عفني هون اخذ مصاري كلها وراح الله لا يوفقك يا مهدي وهدول لمين عم تضبون؟ هدول اخذ لاخوي هديه يلا بيجي ياخذها عفنا ياهم هون على الزيك لا تقرب عليهم هدول الله لا يعطيك العافية يا معلم شلونك شلون صحتك؟ يا معلم انا راسي والله ما قديش عم تساوي هون؟ خفاف ال 42 بدنا اياها وينها؟ الفلي هون هدول مين؟ الي الي هدول الي وين لك عيونك؟ لا هدول ما هدول ايش معي برا؟ اطلع لبرا ايش اطلع لبرا؟ اطلع لبرا اطلع لبرا هناك اطلع انا سلمتك المحل بيع الغلط كله بيع وين حقول؟ يلا اعطيك العافية طلع الفوف فاضيات الفوف فاضيات خد ها؟ ايه عشرة؟ طلع فوف كلها فاضية شوف يلا اعطيك العافية بدك اياها خد خد مو شوي خش وهي عشرة جيب باكيت كنت رفيع انا سلمتك المحل حيطه بيد واحد حرامي وموزع نص البضاعة هنا محل هنا حرامي الفوف فاضيات طلع ولا اعطيك العافية جيب باكيت كنت وتا تعطيني عشرة؟ ايه يا حقير اشبه انت احسن منه خالص